السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود قناة ماتكس 219 على اليوتيوب. والنهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نغير زراير الكيبورد خاصة باللابتوب. في أكتر من حد سألني السؤال ده، فحبيت أعمل فيديو بشكل سريع نتعرف فيه على طريقة تغيير الزراير. بداية الزرار بتاع الكيبورد لو اتخلع بشكل او بطريقه خطا، هيطلع عندنا بحاله من اتنين، يا اما الزرار بس او البادي بتاع الزرار بيطلع بالشكل ده، يا اما القطعه اللي لونها ابيض اللي هي المفصلات نفسها بتاعه الزرار بتطلع معاك. فاحنا هنشوف حاله التغيير ده وحاله التغيير ده. هنبدا الاول بالزرار اللي هو العادي، تركيبه بسيط جدا، ان انا بس هثبته كده في وضعه الطبيعي او في مكانه الطبيعي. يعني احط الزرار في الوضع الطبيعي بتاعه واضغط عليه كده. ده كده خلاص الزرار اتثبت. طيب في عندنا الزرار التاني اللي هو ده عباره عن ثلاث قطع. هاجي على اي زرار من الزراير دي وافك الغطا كده ببساطه، وابص على تركيب القطعتين التانيين شكلهم ازاي. هبص على تركيبهم واركب دول ازاي بالظبط. هنبدا بالقطعه دي الاول اللي هي صغيره تتثبت بالشكل ده كده، اسف، والقطعه الكبيره الاول، وبعدين القطعه الصغيره. طبعا كل كيبورد بتختلف عن كيبورد تانية، يعني كل كيبورد اللابتوب تختلف عن غيرها. قطعة صغيرة ثبتت. بقى عندي تركيب البنزات اللي هي اللي في الجنب دي، تركب بالشكل ده كده من طريق الجفت ده كده خلاص تركب معايا الزرار، وجي يركب بالشكل ده، وده التاني يركب بالشكل ده. موضوع بسيط جدا، والزرارين بتوع الكيبورد اتصلحوا. بس اتمنى يا رب اكون افدتكم المعلومة النهاردة. لو حسيت ان المعلومة دي افيدك بشيء، يا ريت لايك للفيديو وشير لو حسيت ان حد ممكن تاني او حد تاني ممكن يستفيد من المعلومه. ومش هفكرك تدي سبسكرايب للقناه تشجيعا منك ليا عشان اكمل في الشغل. يلا معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي، ولا الله.